بالمناسبة جامعة القاهرة هي أول جامعة تتحول إلى النظام الشمولي، أول جامعة مصرية تتحول إلى النظام الشمولي وتنفذ التحول الرقمي اللي هو طبعا توجه الدولة سواء إداريا أو في يعني أمور كثيرة، ومعتمدة على الأونلاين بشكل كبير جدا. في الحقيقة أول جامعة تتحول للشمول المالي هي جامعة القاهرة من سنتين ونص، وده كان أحد الأهداف بتاعتنا، إن كل العمليات المالية تبقى عمليات مرئية في البنك المركزي المصري. المسألة دي بتعتمد على حاجتين، اللي هو إلغاء بقى نظام الشيكات، إلغاء نظام الصراف، الإيصالات، لا كل حاجة بتمشي أوتوماتيك وكل إلكترونية. حاجة إلكترونية متشافة في الجامعة ومتشافه في الدوله. في الدوله بالظبط. وحضرتك كمان بالمناسبه يعني انا فاكره كده من 3 سنين كان في لقاء مع حضرتك من 3 سنين قبل اصلا ما تحصل جائحه كورونا، كنت بتقول لي ان انا النظام الالكتروني انا بعتبره من افضل الانظمه، وده موجود في العالم كله قبل حتى ما تحصل ازمه كورونا، وبالفعل الدوله تتجه الى النظام المدمج اللي هو المباشر والالكتروني. وكان عندك خطه، وهو فكره كمان ان احنا نعتمد على التكنولوجيا بشكل اكبر، وهو واتحقق دلوقتي الحمد لله. احنا قبل جائحة كورونا وقبل ما العالم يدرك أهمية التعليم الإلكتروني عن بعد والنظام المدمج، احنا كان عندنا هذا الإصرار في الخطة اللي أعلناها في أغسطس 2017 ان يكون جامعة ذكية. يعني ايه جامعة ذكية؟ يعني جامعة بتستخدم التعليم الإلكتروني عن بعد في تعلم الطلاب مع التعليم الحضوري. وايضا احنا كنا اول جامعة تطبق نظام التعليم المدمج اساسا، اللي هو بيعتمد على الجمع بين وسائل تعليمية مختلفة، منها الأونلاين ومنها الحضوري ومنها الفيديو كونفرنس ومنها أنظمة التعليم المختلفة. فهذا التحول مش بمناسبة تحدي الكورونا، ده كانت خطة جزء موضوع من خطتنا الثلاثية حقيقي. فإحنا دلوقتي لما أطلقنا المنصة ما اعتمدناش على ابلكيشن محدوده او يمكن تطورها، ده احنا خدنا الابلكيشنز والبرامج المطبقه في الولايات المتحده الامريكيه نفسها. ده جزء هنرجع له تاني، ولكن انا عايزه بقى اركز على المستشفيات الجامعيه اللي هي المستشفيات الجامعيه التابعه لجامعه القاهره اللي بتعتبر من اكبر واهم الجامعات الموجوده في العالم كله، قلعه الطب في الوطن العربي، وكان في توجه رئاسي ان هي تكون وفقا لكود عالمي، وفقا لاحدث الانظمه، ان هي تقدم خدمات صحيه للقادرين وغير القادرين. الفترات الاخيره كنا بنتابع في وسائل الاعلام انه في تطوير حصل فيها في القصر العيني وفي قسم الطوارئ وما الى ذلك، وابو الريش وما الى ذلك. احنا بقى النهارده هنشوف بعينينا ايه اللي تم على ارض الواقع، ولكن سريعا كده لو تقول لنا ايه اللي تم، ايه اللي تم في المستشفيات الجامعيه. في توجيه رئاسي من السيد رئيس الجمهوريه باحداث تطوير حقيقي وجذري في المستشفيات حتى تكون وفق الكود العالمي. احنا مشينا على اكثر من مسار طبقا لهذا التوجيه. اول حاجه احنا في حاله تطوير مستمر لمستشفيات ابو الريش، لان دي بتقدم خدمه للاطفال المصريين. ابو الريش المنيره، ابو الريش اليابان، وابو الريش الجديده. وابو الريش الجديده برضو شغاله كويس، حضرتك متابعه كويس. فعلى مستوى ابو الريش الياباني والمنيره احنا لسه مفتتحين عدد من الوحدات وفق تصور جديد يتلائم مع كود المستشفيات العالمي. احنا برضو عندنا المشروع الثالث اللي هو العيادات الخارجيه، اللي هي مشروع بالتعاون مع الجانب الياباني، شغالين فيه بكل قوه. احنا قدرنا نعيد تأهيل ورفع كفاءة مستشفى البطنة المهملة لعقود في 45 يوم، وهي دلوقتي مستشفى لعزل كورونا. على فكرة في الوقت اللي المستشفيات قفلت في كورونا بعد هدوء الموجة احنا خلينا مستشفى البطنة شغالة، لان طبعا كان في حالات إصابة. ايضا في هذا الإطار تطوير مستشفى الطوارئ. مستشفى الطوارئ دي كانت مجموعة من الدهاليز جوه القصر العيني، وكانت في بتعاني تراث وضغط وسوء اداره شديد جدا. تعال انتوا النهارده هتقدروا تشوفوا بالكاميرا بتاعتكم ايه اللي حصل في طوارئ القصر العيني وفي الاستقبال. مستشفى معمول وفق الكود العالمي للمستشفيات، مش مجرد انك بترفعي كفاءه مباني او خرسانات، لا، ده المستشفى دي كانت على مساحه 700 متر، بقت 7000 دلوقتي او اكتر، بقت 7000. يعني الضعف حجمها 10 مرات، عدد الاقسام اللي فيها زادت، الاجهزه على احدث مستوى مستوردينها طبقا للاجهزه المنتجه هذا العام. يعني الفكره مش فكره مباني ولا فكره، لا ده فكره كمان اجهزه، فكره نظام اداري. دلوقتي لما حد بيدخل هيخش الطوارئ ان شاء الله لما يفتتحها السيد الرئيس، التذكره نفسها مكتوب عليها حالته، يعني اذا كانت حادثه، اذا كانت حاله حرجه، اذا كانت حاله متوسطه، اذا كانت حاله خفيفه. كمان مسار الحركه داخل المستشفى
مسار واحد مش مسارين متعاكسين فيحصل زحمه. كمان المستشفى هيبقى خاضع لنظام الكتروني كجامعه ذكيه، ان الشخص اللي بيدخل بيبقى موجود على سيستم الكتروني، يقدر من اي غرفه او من اي وحده يقدر يبقى عارف يفتح يلاقي الهيستوري بتاع تاريخ بتاع المريض. لان المريض ممكن، في مريض كمان عاملين قسم اللي بيحتاج تخصصات، يعني مثلا الحوادث دي ما بتحتاجش تخصص واحد، بتحتاج ممكن 5-6-7 تخصصات حسب الحاله. فهو لما بيخش قسم كمان بيخش على قسم اسمه قسم الفرز عشان يتوجه فين، مش هيقعد بقى يدور. وفي دكتور العيله كمان دلوقتي بقت موجوده. بالظبط بالظبط. فاحنا قدرنا الحمد لله، بعد كمان ما كانت هي 25 سرير بقت 113 سرير، دي مساله مش قليله. كمان كل سرير جاهز انه يكون سرير رعايه مركزه، يعني سرير رعايه مركزه ده مش سهل، لان ودي اتضحت لنا فتره كورونا، كان احنا كنا محتاجين سرير رعايه مركزه. طب هل سهل ان احنا نجيب جهاز فالسرير يبقى سرير رعايه مركزه؟ لا، دي محتاجه بنيه تحتيه طبعا. محتاجه وصلات، محتاجه. فكل كل الغرف وكل السراير في مستشفى الاستقبال والطوارئ مجهزه لكي تكون سراير رعايه مركزه.